اليوم فيه أكثر من 7 مليار إنسان منتشرين على كوكب الأرض في مناطق مختلفة، وفي كل منطقة تشوف الناس لهم أشكال مميزة. فمثلاً أوروبيين تلقاهم شقر وأجسامهم ضخمة، والأفارقة شعرهم خشن. وهذه الاختلافات مو بس على المجتمعات الكبرى، بل حتى في أسرتي وأسرتك، بين الأسرة الوحدة أنت تختلف عن أعمامك وخوالك وأقاربك، وحتى لو رحنا لبيتكم أنت مختلف عن أخوك، وحتى مرات التوأم يكونوا مختلفين. بالرغم من أن الوراثة هي اللي تشكل الإنسان، إلا أن الشخص غالباً ما تشوفه 50% أمه 50% أبوه. فبما أنك أنت وأخوانك ورثتوا نفس الحمض النووي من الأم والأب، ليش ما صرتوا نسخة متطابقة لهم؟ عشان نفهم ليش الاختلاف والتمييز هذا جالس يصير من الأساس، نحتاج نشوف المكون الأساسي للإنسان، وأصغر شيء فيه اللي يعرف به الحمض النووي. كل خلية داخل نواة الخلية شريط من الحمض النووي مكون من 3.5 بليون ما يسمى القاعدة النيتروجينية، تمثلها حرف، وهي 4 حروف A و T و G و C. تخيل أنك قصة، القصة فيها جمل وعبارات. هذه الجمل والعبارات هي البروتين. كل جملة مكونة من أحرف، الحروف هي هذا الحمض النووي. DNA يكون RNA، RNA تكون بروتين اللي نعرف أنه مكون للخلية البشرية. كل خلية تنقسم إلى خليتين متشابهات، فقبل الانقسام الفحوى الجينية داخل هذه الخلية يتدبل بالكامل، فيستنسخ نفسه ويجهز ويصير هناك انقسام. لكن لما تتكلم عن 3.5 بليون حرف، الأخطاء واردة. الخطأ اللي صار في النسخ هو الطفرة. كانوا يسألوني واجد إن أنت من وين؟ شوفوا هذه من وين؟ هتحسون من وين هذه؟ أمريكية؟ لا لا أمريكية. شوف البيضة، شوف البيضة، شوف البيضة. مضاوي حصلت لها طفرة وراثية نتج عنها ما يسمى المهق. أنا مضاوي الزامل، عمري 21 سنة. المهق اللي هو بالعربي المهق أو البرص، بالإنجليزي ألبينزم، هي طفرة جينية عبارة عن فقد صبغة الميلالين في الجسم والشعر والعين. نستطيع أن نستبدل كلمة طفرة بتغيير. تغيير في ماذا؟ تغيير في الشفرة الوراثية الموجودة لدى الإنسان. هي تسمى طفرة جينية، لكن ما ودي أن يحسون أنه هو شيء موضوع يعني سلبي. قد يكون التغيير يحدث استجابة لمتغير بيئي، قد يكون هناك حمضية معينة في محيط معين لجراثيم معينة تستحدث طفرة تجعل الكائن الحي أكثر تأقلما في بيئته. من 3 مليار هذه واحدة فقط صار لها طفرة. أكبر مثال وأفضل مثال هو الأنيميا المنجلية. واحدة من أشهر الطفرات غير السلبية في المملكة كانت طفرة الأنيميا المنجلية. عشان نفهم الموضوع نحتاج نرجع للستينات الميلادية في المملكة، لما لاحظ العلماء وقتها أن المناطق اللي يكثر فيها الزراعة مثل المناطق الجنوبية والشرقية يكون منتشر فيها مرض الملاريا. الملاريا هي عبارة عن جرثومة تعيش في لعاب لبعوضة الملاريا الخاصة فتنتقل. Now for the soft underbelly of Snafu. انتقالها بين الناس خلى آلاف الأشخاص يموتون بدون علاج أو وعي باللي جالس يصير. لكن مع مرور الزمن لاحظوا كذلك أن في نفس هذه المناطق الزراعية في الجنوب وفي الشرقية انتشر مرض الأنيميا المنجلية، وهو أحد أمراض فقر الدم عند الشخص نتيجة خلل في خلايا الدم الحمراء. الطفرة هذه تجعل البروتين ينصفط على نفسه ويسوي أنيميا ويسوي خلية بشكل المنجلي المعروف، وهو شكل يشبه الهلال، ويقلل إمكانية خلايا الدم الحمراء من نقل الأكسجين داخل الجسم. ولكن وبالرغم من انتشار هذا المرض، إلا أنه كان فيه انخفاض في عدد مرضى الملاريا،
اللي كانت تعتبر مرض خطير أخطر بكثير من الأنيميا المنجلية. فمن هنا بدأ شيء جديد وهو نظرية الملاريا وعلاقتها بالإيش؟ صمت الدم المنجلية. علاقته بالملاريا سبحان الله هو علاقة عكسية. إذا أنت ورثت أحد هذه الجينات المختلة من الأب وأصبح أو من الأم وأصبحت ناقلا، سبحان الله تصبح أنت لديك مناعة طبيعية من الملاريا. يصير سبحان الله العظيم هذا اللي يحدث، أنه في المناطق اللي فيها ملاريا الناس اللي لديهم فقط نسخة واحدة ويسمى بالناقلين يعيشون، والناس اللي عندهم نسختين يموتوا وليس من الملاريا، من المرض نفسه، فيصبح سائد في المجتمع ناقلين للمرض لأن لديهم مناعة طبيعية لحمايتهم من الملاريا. في العلاقة هذه التغيير اللي صار في حرف واحد من أصل 3 مليار حرف أنقذ الملايين من الملاريا القاتل. صح أنهم صاروا مصابين بالأنيميا المنجلية ولكن استمروا في حياتهم. والتغيرات اللي تصير في جيناتك مو شرط أنها بتسوي لك مرض وبس، بل أنها تقدر تفسر الاختلاف بينك وبين أفراد أسرتك. سنب single nucleotide polymorphism، التغير الأحادي الجيني، وتحدث فيها 3.5 بليون حرف، تحدث تقريبا من كل 300 حرف. فالسنبس هذه هي اللي تكون الباركود الأسري، بمعنى لو نقول في الموقع، لو نبدأ من 1 إلى 400، في موقع 300 السعوديين كلهم لديهم حرف T بدل A، في الموقع 280 أهل الجنوب لهم حرف واحد متشابه غير عن أهل الشمال، عند حرف 208 قبيلة معينة لديها حرف. السنبس هذه تختلف عن الطفرة في أنها ما تسبب لا خلل ولا مرض. هي موجودة في الDNA، السنبس موجودة في الDNA، وجودها في الMRNA لا يحدث خلل في البروتين. كونها متغيرات هذا لا يلزم بأن تكون مشكلة، فحمضنا النووي هو نتيجة تغييرات وطفرات حصلت فيه، لهذا السبب أصبحت البشرية مختلفة ومتنوعة، جعلتنا متميزين عن بعضنا البعض بالشكل والأطباع مثلا. فتخيل لو أن الأشخاص في جنوب وشرق المملكة ما تغيرت جيناتهم فجأة وما صاروا مصابين بالأنيميا بدل الملاريا، كان من الممكن أن يتوفى عدد كبير منهم نتيجة الملاريا القاتل واللي في وقتها ما كان لها أي علاج.